بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في هذا الاستعراض الجديد لتطبيق جميل، وهو عبارة على آلة نطق لكن بها إلا الأصوات الإنجليزية، وبها 4 أصوات إنجليزية مجانية بإمكاننا استخدامها مع الأوتو تي تي إس. هذا التطبيق طور التجربة حقيقة، رسلت المطور لإضافة صوت عربي لكنه لم يجبني. إذا إخواني الكرام، فأردت مدكم بهذا التطبيق لتستفيدوا منه. إذا نذهب إلى التطبيق. هذا هو. بعد تحميل التطبيق لا نذهب يعني إلى فتحه من محرك النص إلى كلام، يجب يعني تحميل الأصوات أولا. نذهب إلى التطبيق، ندخل هنا اللغات، هذه الإنجليزية، هناك عديد من اللغات إلا يعني العربية حقيقة. إذن ندخل إلى الإنجليش ونختار به 4 أصوات مجانية. هذا الصوت الأول، نذهب إلى إنستال، تنصيب يعني جاري التحميل. إذن وهذا الصوت الثاني، صفى. إذن إذا تم تنصيب الصوت الأول. إذا ما دام تم تنصيب الصوت الأول، سأتمم يعني بقية الاستعراض بهذا الصوت يعني لتعامل فائدة أكثر. أفتح يعني قائمة السياقات العامة وأذهب إلى Text to Speech، يعني تحويل محرك النص إلى كلام، واختار المحرك المفضل وهذا هو إيرفويس. نحدده وأوافق. هذا هو. إذن أقوم بالعودة وأذهب إلى وأذهب إلى setting الإعدادات. هنا لتحميل الأصوات عن طريق الواي فاي يعني. هنا speech quality نقوم بالدخول إليها مثل يعني في جوجل. إذن بها 3 اختيارات. إذن إذن الاختيار الأول جيدة، جودة محسنة، والوضع الثاني هو العادي، والوضع الثالث هو يعني كما عندنا الكومباكت. سأختار الوضع الأول. إذن وهنا أختار اللغة English. Speech language detection automatic language switching checked. هنا بإمكانه التعرف على اللغات يعني. Speech volume 100. وهنا للفوليوم يعني قيمة حدة الصوت. Speech rate 100. وهنا لسرعة الصوت. Default voice Alan. وهنا لتختار الصوت المحبب. إذا أنا سوف أرجع إلى التطبيق. هذا هو. وأقوم بتنصيب بقية الأصوات. أضغط على انستال. ب4 أصوات. هذا التطبيق يعني في طور التطوير. جاري تحميل الـ3 أصوات الباقية. إذن تم تحميل 4 أصوات. إذن سوف أقوم بتجريب الأصوات. نذهب إلى Settings الإعدادات ونضغط على هنا English. وهنا أضغط على Default Language، هو أي حاليا على Alan. أجرب الصوت الثاني. Default voice BDL. Language detection automatic language switching. كما رأينا. Speech volume 100. Default voice BDL.
إذا أختار الصوت الثالث. Checked DDL CLB. هذا الصوت الثالث. Default voice CLB. Language detection automatic language default voice CLB. إذا ونختار الصوت SLT. Cancel SLT. هذا صوت الرابع. Default voice SLT. Language detection audit. Speech volume 100. إذا بإمكان speech rate 40% speech rate 45%. إذا كما رأينا navigation speech rate 100. هذا هو الأربع أصوات، يعني صوتين ذكوريين وصوتين أنثويين. يعني التطبيق في تطور يعني التطوير، أرجو أن يعجبكم وأرجو أن تجدوا فيه الإفادة، وسنرسل المطور لأحداث قاموس لهذا الأصوات، وإن شاء الله يستجيب لإضافة الصوت العربي ويكون مجاني إن شاء الله. أرجو أن يعجبكم الاستعراض، وأرجو أن لا تنسوا أخوكم صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.